اليوم راح أعرفكم على كتاب جميل جدا، كتاب راح يغير من طريقة تفكيرك ومن طريقة حكمك على الأشياء. فيا عزيزي المتابع، إذا بتتابعني أنت جديد لا تنسى تشترك في القناة وتحط لايك على هذا الفيديو وتتابعنا للآخر. أهلا وسهلا فيكم بقناتي، معاكم الأستاذ فهد، ورح نشرح إن شاء الله بهذا الفيديو كتاب نظرية الفستق للكاتب فهد الأحمدي. اسم الكاتب على اسمي لأنه اسم جميل طبعا. يعني الآن الكاتب بدأ الكتاب بفكرة جميلة، لك تخيل لو في طيار طلع في الطيارة، وهي الطيارة عارف بالضبط هو وين راح ينزل بأي مكان، وعارف وين وجهته، وعارف بالضبط الوقت اللي راح ينزل فيه على هاي الوجهة، وفي على الجهة الثانية طيار آخر بده يطلع في طيارة ما بيعرف هاي الطيارة وين رايحة، ولا بيعرف الوقت اللي لازم يوصل فيه، ولا مين الركاب اللي طالعين معه. فرح تحكي لي أنا أكيد لو مكان الطيارة الثاني ما رح أطلع في طيارة أنا أصلاً ما بعرف وين رايحة، وما بعرف متى رح أوصل لمكاني. الآن يا عزيزي المتابع، الإنسان بشكل عام فكرته مثل فكرة هاي الطيارة، إذا امتلك خطة معينة ووجهة معينة ووقت معين فنسبة وصوله لوجهته هي 95%. أما إذا ما كان عندك لا خطة ولا وجهة معينة ولا وقت معين فرح تظلك مكانك وكل اللي حواليك قاعدين بيتطوروا. وهذا بالضبط يا جماعة الفرق بين الإنسان الناجح والإنسان الفاشل. الإنسان الناجح حكينا عنده خطة، الفاشل ما في عنده أي خطة. فأنت عشان تكون من الأشخاص الناجحين لازم يكون لك خطة معينة تمشي عليها وتطلع من دائرة الكسل اللي أنت بتمر فيها كل يوم. وتذكر كل ما بلشت بعمر أبكر كل ما كان أفضل لإلك. وانتبه يا عزيز المتابع، في فرق كبير بين الرغبات وفي فرق بين خطة العمل. الرغبات هي الأشياء اللي انت نفسك فيها، يعني لو سألتك ايش بنفسك تحكي لي نفسي أكون ناجح، نفسي أكون غني، يكون أسافر مثلا زي هيك. هاي كلها رغبات، هاي مش خطة عمل. خطة العمل في اشي منطقي انت بتعمله كل يوم عن يوم، انت بتقرب من هدفك أكثر. وبإذن الله إذا كان عندك هدف وعندك خطة عمل ومشيت عليها بإذن الله رح توصل لهدفك 100%. فهد الأحمدي كتب جملة جدا جميلة: الأحلام الكبيرة تنتهي بإنجازات متوسطة، والأحلام المتواضعة حتما تنتهي بإنجازات تافهة. يعني مثلا لو كان حلمك تجيب بالثانوية العامة معدل 98 واشتغلت وتعبت ودرست وبالآخر ما جبت 98 رح تجيب تقريبا 96 أو 95، فإشي كثير قريب منه. أما إذا كان هدفك أنك تجيب 70 فمنيح إذا نجحت. الآن النقطة اللي بعديها نقطة جدا مهمة، واللي هي أنت ما تعتقده عن نفسك، بعبارة أخرى اللي هي الثقة بالنفس. في علاقة تبادلية بين رؤيتنا الداخلية وتصرفاتنا الخارجية، يعني الطريقة اللي أنت بتعامل فيها نفسك بتنعكس على تصرفاتك وطريقة تعاملك مع غيرك. لما تفكر بأنك شخص ضعيف وفاشل رح تتصرف على هذا الأساس، ولما تفكر بأنك شخص ناجح وقوي رح برضو تفكر وتتعامل على هذا الأساس. ولما تكون مهزوز ومتردد في طلبك فالشخص اللي قدامك تلقائيا رح يرفض طلبك، فلازم تكون ثقتك بنفسك عالية. احكي لكم عن تجربتي انا لما رحت اقدم على وظيفة. كان المدير قدامي وقاعد بيسألني بأسئلة، وانا ما كنت مجهز او محضر لهاي الأسئلة، فكان مبين على نبرة صوتي وملامح وجهي اني انا متوتر ومهزوز، فتلقائيا كانت النتيجة انه انا رفضت بهاي الوظيفة. لكن الآن مستقبلاً صار عندي خبرة كيف أقدر أتعامل مع المدير أو الشخص اللي بيقابلني. تعلمت كمان إن أنا لازم أكون متدرب مع نفسي قبل ما أطلع أحكي مع حدا ثاني. كل الناس عندهم ثقة بحالهم، لكن في ناس عندهم درجات الثقة بنفسهم أعلى من الأشخاص الثانيين. يعني على سبيل المثال معتز مشعل كلياتنا بنعرفه، لما يطلع يحكي قدام مئات الأشخاص بيحكي وهو ما معه لا ورقة ولا قلم. ليش؟ لأنه خلص متدرب على الكلام، فبصير يطلع منه تلقائيا وثقته بنفسه شمالها بتزيد. وانت كمان نفس الاشي، لازم تتدرب على الكلام بينك وبين نفسك قبل ما تطلع تحكي مع اي حدا، وهيك بالممارسة بتقدر ان ثقتك بنفسك ان شاء الله انها بتزيد. واحكي لنفسك دايما جمل ايجابية بينك وبين حالك. يعني على سبيل المثال انا بحكي لحالي دايما الصبح لما اجي بدي اصحى من النوم بحكي يلا يا استاذ فهد قوم وراك هدف بدك توصله، وبحكي هناك من يحلم بالنجاح وهناك من يستيقظ باكرا لتحقيقه. يعني في شخص بضل متمدد على التخت طول اليوم وبحكي انا والله نفسي اسافر ونفسي اعمل ونفسي كذا، وفي شخص اخر لا فعلا بيقوم من النوم ببلش يتخذ او يقرب من هدفه خطوه لقدام. فانت بتختار انو شخص فيهم راح تكون. النقطه اللي بعدها اللي حكى عنها الكاتب فهد الاحمدي لخصها بجمله كبر دماغك. الان الدماغ نفسه نفس اي عضله بالجسم
تحتاج للتمرين عشان تقدر إنها تكبر. فالآن 5 تمارين بتزيد من نسبة ذكائك. أولاً، راقب الأشخاص الأغبياء وتجنب تصرفاتهم، وراقب الأشخاص الأذكياء وتعلم منهم. الشخص الذكي هو اللي بيتعلم من أخطاء اللي قدامه. ثانياً، النجاح مش معناته أنك أنت إنسان ما رح تغلط، لا، النجاح يعني أنك تغلط بس ما تكرر نفس الغلط مرتين. ثالثاً، كون حريص وانت بتختار أصحابك، اختار أصحاب ناجحين دراسياً وأصحاب ناجحين بالحياة العملية، لأنه اثنيناتهم رح يفيدوك. رابعاً، خفف من مشاهدة الأفلام والمسلسلات وبلش بقراءة الكتب، أو احضر مثلاً قنوات تعليمية زي قناتي يعني. صحيح، إذا لسه مش مشترك بقناتي اشترك. خامساً والأخيرة، خفف من مشاهدة الأفلام والمسلسلات وبلش إنك تتعلم مهارة جديدة زي طرق مثلاً الإقناع الآخرين، أو إنك تتعلم لغة جديدة. وبإذن الله إذا طبقت هاي التمرين كلياتها فإنت هيك شوي شوي بتصير إنسان ذكي. وفي كثير قصص في هذا الكتاب بتبين لك التصرفات الذكية من الأشخاص الآخرين وبتقدر إنك أنت تطبقها. واحدة منهم هي كيف إنك تخلي الأشخاص الآخرين اللي قدامك يعملوا الإشي اللي أنت بدك إياه بدون جهد أو تعب. أحكي لكم هاي القصة. كان في امرأة في مطبخ تطلع من شباك المطبخ على جوزها وأولادها وهم بيسحبوا في البقر على الحظيرة. فكانوا مربطينهم في حبال وبيشدوا فيهم إنهم يقربوا مش راضين وبيدزوا فيهم من وراء برضو على الفاضي. فزوجة هذا الرجل جابت برسيم، البرسيم هو العلف اللي بيكلوه البهائم. فمسكت هذا البرسيم وصارت تعمل هيك قدام البقرة، حكت لها إنه يعني يلا تعالي كلي من البرسيم، وصارت ترجع لورا لما وصلتها لعند إيش الحظيرة وسكروا عليها الباب. فهيك هي ما عملت ولا أي مجهود، دز ولا سحبت ولا عملت إشي، بس شغلت مخها. فالخلاصة إنك تتصرف بذكاء مش بجهد، وبتقدر إنك تطبقها كمان على دراستك. أدرس بذكاء مش بجهد. النقطة اللي بعدها بتحكي لك لا تشغل بالك بالنجاح، بس فكر كيف تعمل عادة يومية ناجحة. بسميها أنا قليل مستمر خير من كثير منقطع. بدل ما تشغل بالك بقراءة القرآن كامل، بلش بقرأ أو احفظ صفحة باليوم. بدل ما تشغل بالك في أنه تبني جسم رشيق، بلش العب 10 دقائق رياضة كل يوم. بدل ما تشغل بالك كيف ممكن أنجح بمادة الرياضيات مثلا، بلش أدرس ساعة واحدة كل يوم. وراح تكتشف بعد فترة من الزمن انك تقريبا ختمت القرآن، وراح تكتشف كمان انه صار جسمك رشيق، وراح تكتشف انك انت فعلا نجحت بالمادة اللي انت بتقدم عليها. فتذكر يا عزيز المتابع، النجاح بتعلق بالاستمرارية مش بالكمية. في جملة كثير حلوة نبه عنها الكاتب، حكى كلما زاد عدد المعارف والأصدقاء كلما زادت نسبة الفرص والعروض المقدمة إليك. يعني على سبيل المثال ممكن أقص على نفسي، أنا بقدر أتعرف على شخص جديد وأحكي له عن طبيعة شغلي، أنه أنا مثلا بدرس طلاب. فهذا الشخص ممكن عنده أخ أو عنده صديق ويحكي له عني أنه والله في أستاذ كذا كذا بدرس مادة الرياضيات، إذا بتحب بتواصل لك معه. فهيك أنت استفدت وكسبت أصدقاء جداد، بدل ما تظلك كل يوم تقعد مع نفس الأشخاص اللي ما راح يفيدوك، إن هم أصلاً يدوب فايدين حالهم. لا، تقعد دائماً مع أشخاص إيجابيين وأشخاص ناجحين، وخليك دائماً متفائل، تفائلوا بالخير تجدوه. إذن الكاتب فهد الأحمدي ليش عمل هذا الكتاب اللي هو نظرية الفستق؟ كان طالع هو وابنه مرة في السيارة، وكان ابنه هو اللي بيسوق، فبتعرفوا شباب يعني متهورين، قطع الإشارة الحمراء وكان رح يعمل حادث. فصفوا على اليمين بيستنى هذا الابن اللي هو فيصل، بيستنى في أبوه إنه يوبخه أو يبهدله. فتفاجأ الابن إنه أبوه ظل ساكت 3 دقائق بدون ما يحكي إشي. بعدين التفت على ابنه فيصل بحكي له تعرف نظرية الفستق؟ حكى له لا. قال له أكيد ما رح تعرفها لأني أنا هسه خطرت على بالي. ومنها عمل قصة هذا الكتاب. فحكى له أنا على سبيل المثال أعطيتك مفتاح السيارة، حكيت لك روح يا فيصل جيب لنا فستق، ورحت انت طلعت في السيارة وشفت واحد من اصحابك او اي واحد من معارفك وصرت بدك تتسابق معه في السيارة، وعملتوا هالسباق وضربتوا في بعض. بعدين نزلتوا الاثنين من السيارة وبلشتوا تضربوا في بعض، ضربتوا بوكس، وقع صاحبك على وجهه وانفتح راسه واخذوه على المستشفى، وانت اخذوك على السجن. وحكى له بعد 2 شهر من محاولة انهم يعالجوا صديقك ما قدر انه يعيش وتوفى، وانت اخذوك وحطوك في هالسجن وصار في عليك قضية، وانت لسه بعز شبابك وضيعت مستقبلك كامل. وكل هذا بس عشان طلبت منك حبة فستق من الدكان. ممكن احيانا بسبب شغلات صغيرة الانسان يتهور ويرتكب مصايب كبيرة. فصار كل ما يطلع فيصل من البيت يحكي لابوه عطيني السيارة، بيعطيه المفتاح بيحكي له لا تنسى نظرية الفستق يا فيصل. فطلع منها فكرة هذا الكتاب كامل. وطبعا أنا ما حكيت كل شيء في الكتاب، أنا اختصرت جزء يعني جزء كبير منه.
فاللي بحب يقرأ الكتاب بنصحك فيه، الكتاب جدا جميل خاصة للأشخاص اللي لسه مش متعودين على القراءة. بتلاحظ إن الأفكار اللي فيه جدا مناسبة مع عدد الصفحات لكل فكرة. وإذا في ببالك يا عزيزي المتابع كمان أفكار أو كتب حابب إني أنا أشرحها وأحكي عنها، لا تنسى تكتب لي إياها في التعليقات، والله يعطيكم ألف عافية.